السودان ده الدولة الوحيد قاعد بالوكالة وقاعد بتدمر شعبه والدولة بوه بدري، عشان كده الدولة ما بيستقر. انت ما تستقر الدولة، لكن اتفاق جوبا ده ورى النوايا بتاع ابن شريط النيل شنو، ورى النوايا المنادلين وما منادلين منو، ورى النوايا الناس الدارين استقرار دولة سودانية والناس اللي ما دارين استقرار دولة سودانية منو. اتفاق جوبا ده حبش البيوت اللي فيها، حبش بطن المصارين البيوت، حبش ابناء امتيازين، حبش كل ارزقيه، حبش هورو هورو قصار التلج ابدا المنازل. اتفاق جوبا ده لسه قاعد بحبش، ومدعي عام للمحكمه الجنائيه الدوليه ده جابوا حركات الكفاح مسلح مساحين بطريقه مباشر، قال له يا مدعي عام انت زادك تجي محل بشير قال ما بيسلم ولا مسخ على الذره من النعال وشنو ده، مدعي عام انت تجي وتلقى بشير في داخل، ومدعي عام مشى قاعدة مع رئيس الوزراء، قاعدة مع وزير القتل، قاعدة مع تاج سير، وقاعدة مع اتحاد محامين دارفور ابناء دارفور. الليله ده قعدوا مع المدعي عام للمحكمه الجنائيه الدوليه، سلموا كل الاوراق، ومدعي عام قال له ذاته سر من داخل قال لك انا هنا جينا وشلنا وصل الكوشب، لكن برضو يوصلوا ابناء مسارين البيوت، وكما عملت حسابك انت يا انسرابي توصل والزنون توصل واي هرو هرو قاستر التلج ابد المنازل يوصل واي زول برجوازي القاي دمر دولة سودانية هيوصل، والله نوصلكم كلكم، والباقي هرو هرو قاستر التلج ابد المنازل ندي نعمل لكم محكمة في دارفور تتحكموا في دارفور. اعمل حسابكم شديد، الدولة اللي انت زمان تخير، الدولة زمان انت قاعدين تقولوا ده يتخير، عشان دارين تزروا فتنة في داخل هذا الوطن، دارين تستغلوا بدل فشلتوا في جنوب كردفان وفشلتوا في دارفور، إذا تزروا فتنة وفشلتوا في كل محل مشيتوا زرعتوا فتن في أخواننا المساكين أهلنا الشرق السودان الكسلاويين والبورسودان والبخادي، آخر نهاية قلت لهم دول إريتريين دول ما سودانيين، أنتوا بشر؟ آخر نهاية واحد بيجي بيقول لك ما نتبي مع إسرائيل، أنت تعرف من إسرائيل شنو؟ انت تعرف من اسرائيل شنو؟ اسرائيل اللي انت قاعد تشوفه ده اذا كان دوله ضعيف زيك انت، اي هرو هرو بيجي بكسر تلج باكل حقه، اي زول بيجي بالوكاله بغش في داخل هذا الدوله السودانيه، اسرائيل تقول ده وده كان انتهى، اسرائيل تقول ده كل الدول بتاع العرب والدول القاعدين هنا ده ابن المدلل الامريكا، واسرائيل تقول ده بيجروا وراه كتير. إذا إسرائيل تقول ده ضعيف وزيك أنت يا انسرافي أو ما نتبي مع إسرائيل ونحن مع إسرائيل، أنت تعرف من إسرائيل شنو؟ إسرائيل تقول ده بكى ناس كثير، إسرائيل تقول ابن المدلل لأمريكا، وإسرائيل تقول ابن المدلل لبريطانيا ولفرنسا وكل دول العالم، والله ما قدرت أحبشها. إذا كان إسرائيل محل القاعد ده لو كان في دولة تانية أنت قاعد وقلت قال اندمرت بدري، أو لو كان واحد من دول العرب ده لو قاعد في الشرق الأوسط وقلت قال اندمر بدري، لكن انتوا ما تعرفوا حاجة، انتوا ما تعرفوا حاجة، انتوا ما استفدتوا من اسرائيل الحضارة، اسرائيل القرن 21، اسرائيل ماسك العالم، اسرائيل اتطور دولة اكثر دولة فيه تنمية، اكثر دولة فيه ناس اذكياء، واكثر دولة ناس مسالمين، واكثر دولة ناس دايرين بس محل التجارة والتبادل بتاع السلع. اسرائيل ما نعمل علاقات مع اسرائيل، ويهوديين ويهوديين في يهوديين اكثر من انتوا القاعدين دمرت الدوله السودانيه. طاير حبيب انا بدي دعوه، انا عديتك دعوه لكن ما خش الاسرائيل اللي انتوا قاعدين تقولوا ده، ده الدوله خلى العالم ده كله يزحزح كده، لكن انتوا ما عرفتوا. إذا كان تقدر تدمر إسرائيل أو إذا كان تقدر العلاقات شنو؟ هو العلاقات شنو؟ أنت الليلة بتاع خبز ما عندك، تعالي لي بكرة صورة بتاع جو، تعالي لي بكرة صورة بتاع عثمان، أنت تعالي لي صورة بتاع جو، تعالي لي صورة بتاع كتر بكرة، دايرين تطلع لي بشن تقول لي إيش ما شو خبز ما في، أطلع من اللايف وتعالى أعمل لي دعوة، أطلع من اللايف وتعالى أعمل لي دعوة. اطلع من اللايف وتعالى اعمل لي دواء، انا دواء بتاعي ما قد صار لي، اطلع من اللايف وتعالى خش. اسرائيل ده العلاقات بتاع الدولة
ماشي الدولة ده الدين شنو؟ الدولة ده كيف انت تكون؟ تفضل يا اخي. الو الو عندك مشكلة. في ناس بيقول الصوت كلام مليون شير ولايك، الصوت معلو يا شباب. في مشكلة في الصوت؟ في ناس بيقول لي الصوت، الصوت مالو يا شباب. في ناس بيقول لي الصوت، الصوت فيه شنو يا شباب؟ الصوت مالو يا شباب. عملوا شير يا شباب، عملوا شير ولايك يا شباب. في مشكلة، خلاص لايك ده انضرب يا شباب. الو، تفضل. كيف يا كامرات؟ الله يبارك فيك، تفضل. عملوا لنا كيفك شير يا شباب، تهيأ؟ اللايف ده انا ما اسس زول ده، انا ما شايفه. تفضل عملوا لنا شير يا شباب. لك التهية يا كامرد، والله من منبرك على الجميل وباختراق الجميل وبعنوان الجميل الراقي ده، كل الناس الشريط النيل كله في فتيلة قريبك. الو، هاي سامعني انت؟ انا سامعك، لكن في ناس بيقولوا الصوت، صوت ما واضح. ترى ورونا تهية يا شباب ليه؟ الصوت كيف. في ناس بيقول صوت تمام. عبد الله عبد الجليل قال لي صوت تمام. واسف. ايوه، التحية ليك والتحية للشهداء من 56 للآن. الآن كل الشهداء الثورة السودانية كويس، تحية لنضالاتك يا أستاذ. لكن ناس بيبي ده ما زمنهم راح، ده ما في زمن، ده زمن بيبي يا معلم. تمام يا سامعني؟ واصل واصل، انا سامع واصل. هاي زمن ده من بيبي انتهت، دول كلهم هذول كلهم انتهازين وكلهم ارزقيه وكلهم بيتكلموا عن تحت الترابيس، وواحد بغطي زي طرحه زي اخته ده ما في. هذول يعني ناس احراش الدايره هنا، بس قاعدين بس قدام بلبس يا كاميرا كويس. ومسيرتهم بتاع يوم 21 فاشلة، ما في مسيرة ولا أي حاجة، دول كلهم شماشة صعاليك أرزقية قريبة كويس. ولك التحية أصلاً يا يا بلاد. كامرد، لك التحية يا كامرد قدام بس. حبيبي انت عندك مشكلة، انت عندك مشكلة حبيبي، عندك مشكلة. انا اديتك دعوة كم مرة، لكن عندك مشكلة حبيبي. تفضل يا اخي. الو حبيبي يحيى، انا اديتك دعوه كم مره، لكن انت عندك مشكله. تفضل يا جماعه كده، عملنا لنا شير يا جماعه. لا يبدا ماله. عملنا شير يا شباب.
من الله فتعرف وش وتاني عم ليه دعوة. اعرف انا اديت الدعوة كم مرة لكن برفض من هنا. في الاخر من اللايف وتعرف وش عملية ده. هو شوف شباب الثورة انقسم على المسارات، خليكم انه يتفجبه قسم على المسارات. الثورة السودانية ذاته يوم مشينا في القيادة العامة اول ثورة زمان طلع في كل انحاء الدولة السودانية وفي كل الاقاليم الدولة السودانية وفي كل الناس ما دايرين. الحكومة القديمة كانت قاعدة 64 سنة اتدمر الشعب السوداني، ناس كلهم قلوب طيبة وناس هاي أحسن من اللايف وتعرف وش يا طاهر. ما أعرف أنا عديت كم مرة دعوة لكن مشكلة عندك ثلاثة هذا أطلع أعمل لي دعوة لك. ما عندي كاميرا، ما ظاهر لي كاميرا بتاعتي هنا النهاية يا طاهر، ما ظاهر لي كاميرا بتاعتي. ليه؟ أنا ما أعرف. شوف يا شباب الثورة الناس التعليم يوم 21 هم الناس ما دايرين سلام، ما دارين استقرار الدولة السودانية. إذا الليلة هم امتروا وقالوا دارين بس كذا قبل ما يطلع بنودهم شنو؟ لو سكت هذا الحكومة بديلهم شنو؟ دارين شفته يدمروا الدولة السودانية. والتاني نص يقعد يتفاوض ويقعد مع بعض ويقعد يقعد والناس شفته الدولة يكون ماشي بنفس الطريقة، ما بتغير حاجة، ما تغيير أشخاص. أننا دايرين تغيير دستور، نحن دايرين الدولة يحكمنا دستور، نحن دايرين الدولة يحكمنا أبناء هذا الوطن بمختلف ألوانهم بمختلف ألسنتهم بمختلف لغتهم. نحن ما دايرين دولة يجور بالدين واحد، ما دايرين دولة يمشي قبيلة واحد يحكم، ما دايرين دولة يمشي جهة واحد أو شلولية بتاع الحرامية أو شلولية بتاع الإرزاقية يحكم الدولة السودانية. نحن دايرين دولتنا يحكمها كلنا، المسلمين دول بتاعنا ده يحكمون أبناء هذا الوطن بدستور وبقانون شريعتنا كلنا. تسلم يا عطار حبيبي، والله من قبل قاعد بحاول لكن ما قاعد بصار لي الكاميرا. تفضل يا اخي صح صح يا منادل يا راكز. حبيبي والله. أنا طبعا قبل شوية طلعت من اللايف بس قلت لازم أشارك مع العريس ده يا أخي، عريس السلام. تسلم يا حبيبي. فرحة فرحتين. تحياتي لك يا أخي، والله مشتاقين أولا في الخاص كده. نتمنى الجميع كده إن شاء الله يعني نوصل لهم رسالة نستفيد منهم وهم يستفيدوا. طبعا أنا والله العنوان بتاع اللايف جاذبني كتير، لو في مضمونه حاجات كتيرة يعني ممكن واحد يتناول من أي اتجاه. طيب إحنا تسلم. لو جينا للحاصل زي ما ذكرت في الجملة الأخيرة إن الثورة دي تقسمت، لكن هي الثورة أصلا من زمان مطالب ما واحدة، المطالب أصلا ما واحدة. عشان إحنا نيجي للموضوع ده ونفند ذاته موضوع إن المطالب دي ما واحدة كيف. طيب يا الشعب السوداني، أولا سلام الله عليكم جميعا والرحمة والمغفرة لكل شهداء الوطن من 64. الآن الناس اللي لسه حاليا اللي تتكلم عن موضوع موكب يوم 21، خلينا نمسك من آخر الأحداث وآخر الفاعليات اللي لسه دارت تقوم يوم 21 بعد بكرة. طيب احنا نجي لهتافات قامت بها الثورة والهتافات يعني إن موجودة في الثورة السودانية منذ 2004. الله عملوا لنا عايز شير لو سمحت، عملوا لنا شير. تفضل. شير، والله أنا معذور من قلبي شير. اي الشعار اللي هو أصلاً ما فارق كل الرفاق اللي فقدوا حياتهم عشان هذا الشعار لا هاي بس لا هاي بس، وقت اتقالت خلت ناس تجعجع. أنا ممكن أسميكم مقطع صغير كده ذكرى كده، إحنا كنا يعني واحد كان صغير يعني لكن زمان. وكل ما يقف مع المحكمة تهتز مدريد. بقول لهم كلهم مدعي المحكمة الجنائية وأعضاء المحكمة، وكل ما يقف مع المحكمة تهتز مدريد. انت الان تحت الجزمه يا ابن المرأة، انت الان تحت الجزمه يا ابن المرأة، الحياه دي احنا حافظينها قول له بس وصلك هناك انت ووصلك ووصل بعبر اتفاق جوا. بعدين الست حاليا حترجع في الباط هنا على فكره، انت علي؟ عشان كده دي من هنا رساله لكل المكوزنين العنصريين التابعين اللي هم عندهم ميول اثني جغرافي واثني عرقي، الله نبل لكم من بل لكم وتزرخون سوف تزرخون يا كيسان. فرض السلام بالقوه جاء غصبا عنكم وكنتم معانا في الغرف المغلقه وكنا نتناقش وكنتم تطالبون بالمجلس التشريعي وليس بالطالب بان السلام. وكان في بدايه
المفاوضات قبل ان الاتفاق بواسطة الوسيط الافريقي وواسطة ابو احمد رئيس الوزراء الاثيوبي، كنت رافضين تماما في اديس ابابا، وكنت قلت للرفاق المعاج بو الكلام ده يخش الغابة. احنا ما بنخش الغابة، لكن حاليا خشينا السنتر السياسي والسنتر حق الوطن، ليس حق اي اثنية ام اي اتجاه ما يسمى بالاتجاهات الاسه حاكم السودان كمثلث برمودا. الناس الاسه حاليا بتتكلم يوم 21، انا لي بالشعارات، شعاري الاول ايد كوز ندوس ودس، تسليم ال 51 نفر للمحكمه الجنائيه، وتشكيل المجلس التشريعي وجب، وتنفيذ كل البنود اللي هي اتفقوا عليها في البروتوكولات الثمانيه في السلام. تصرخون يا كيزان، تصرخون يا شمعيين، لان انا رسالتي هنا موجهه لكيزان، كيزان الادلجه الدينيه والفوبيا عروبية، ما مرسل رسالتي، مرسل رسالتي لكيزان ال 64 سنه. ما تفتكروا ان لو جات دوله ديمقراطيه كامله الدسم وجات دوله فيها عداله برضو ما بنخليك يا كوس، حتعيش الاحساس اللي انا عشته بالتهميش، وكمواطن عبء على الدوله انت، ليس كمواطن انت منتج، ام كمواطن اصلا عندك ولا بتاع هويه وجغرافيا للوطن، لان انت ولا لاولاد فوزية. وبتتكلم عن اتي سياده، هل السياده هي بالهتافات؟ لو كان عندكم سياده لماذا سكتوا انه وقت اولاد فوزية احتلوا حلايب وشلاتين؟ شوف يا رفيق الطاير، ما نكتلك حديثك كويس. اذا كان هم مديرين يسقطوا هذا الحكومه، حكومه رمي الشكل له سنه كامل، زمان نحن نقول لهم يا شباب الحكومه اول ناس اعرضوا بانه حمدك ما يكون رئيس الوزراء، وبرهان ما يكون رئيس بتاع مجلس السياده، وهمتي ما يكون رئيس بتاع، وقدك هم قام بيشوفونا ان هنا ناس ارزاقيه. لما قدنا في القياده العامه اول لما جابوا صوره بتاع هيمتي وصوره بتاع برهان حطوه في القياده العامه، استفزوا ابناء بتاع جنوب كردفان وابناء بتاع دارفور وابناء بتاع النيل الازرق، ناس الضحايا، وكسروا المنصات. نمره اثنين، لما قلنا يتم تشكيل حكومه ده من كل ابناء هذا الوطن، وقدام هم قالوا دايرين ولا بعد ده قالوا دايرين تشكيل مجلس التشريع، لكن ما في زول داعي للسلام او ما في داعي للابناء بتاع حركات المسلحه عشان يجوا. هسه اي زول بطلع بيجيب ضحايا بتاع قياده الامه والناس اللي ماتوا، لكن ما في زول قاعد بذكر ضحايا طيب بتاع كردفان ولا النيل الازرق. عشان كده اختلفت طيب الثوره، ونحن انت زمان كنت قاعد تردم في انصرافي وتردم في الزنون وتردم في احمد طيب، بقول لك انت قوس كراسه انصرافي ده طلع ولمس كلامه اللي قاله، والحياه والزنون وكل ابناء بتاع شريط النيل، هل وقفوا مع دهايا بتاع ابناء دارفور او وقفوا مع احنا ما قارين السياسه من الجانب الثوري ليس من الجانب الادلجه، لان ما بنخشى اي زول. حتى شوف انا اقول لك حاجه، كلام من الاخير، شوف الكيزان دل والله ما في شيء لما يكون في الدنيا دل القبله، لو كان بصلهم بس ما بيش، لو مشوا كده انا بمشي كده. قالوا تقعد انا بقول تقعد، قالوا تقعد ايوه، انا هسه قلنا بروح حمدو يقعد بس خلاص. طيب يلا نحن هسه نيجي نخلص الموضوع عشان الرساله تصل للمغيبين القاعدين في المنطقه الضبابيه، القاعدين لا دل لا دل، تعال القاعدين في المنطقه الضبابيه، انت ليك الحق تطلع. في حاجه اسمها السلام، وفي حاجه اسمها حفظ السلام، وفي حاجه ان تنفيذ البنود بتاعت السلام. طيب أنا احنا الان كابناء السودان كالناس القوميين ومن ند التعال غارين خطاباتنا وغارين خطابات الناس دي، احنا لحد تاريخ الليله بعدين الناس تاني في حاجه بتتخلط لها ما فاهمها، اللي هو شنو بين الشمال السياسي وبين الشماليه. الشماليه دي هنا اسم مسمى على ولايه، والشمال السياسي ده بيلم كل قبائل السودان في المركز ده الفاسدين ده. وبعدين يا جماعه الناس تتكلم عن سياده، انا بس في جمله كده بديكم لها وكده شوفوها. طيب انتوا وقت ان محاوله اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك باديس ابابا، وبعد ان الناس ده تنازلوا عن حلايب وشلاته وبهدلوا الجيش السوداني، هل دي سياده ولا ما سياده؟ وين السياده كانت؟ هل ان الوطن ده، هل الوطن ده واحد ولا في كم وطن داخل السودان ده؟ انت وقت الناس دي بتقتل في دارفور وبتنهب في ثروات السودان، ناس عوض الجاز وكان بيقولوا شتو كر والغالي الزارعين غير الله كير يا شباب، لو سمعتوا شير، لو سمعتوا شير الزمن ده الصوت بتاعكم يا ابناء الحامش، انتوا وين كنتوا في الزمن ده؟ طيب احنا نجي لابسط حاجه، الثوره دي بدت من الدمازين 2018 يوم 13 ديسمبر. طيب انت الزمن ده كنت وين يا السنابل الظهرت الان وعامله لنا فيها ثوره؟ الثوره دي عندها شعارات ثابته ما بتتغير نهائي، اللي هو شنو؟ اي كوز ندوس ودوس، وحريه سلام وعداله. احنا جات الحريه لكن ما حصلنا على العداله، ما حصلنا على السلام، واستعجبنا الجزء
جزء من السلام، ليس السلام الكامل، لان السلام الكامل ده حتصرخ وحتصرخ وحتصرخ ولو جه الكامل ده، لان السلام بعدين الناس صعبه شهر السلام. وضحت لكم، وضحت لكم صارت الرئيسه بتاعت المحكمه الجنائيه دي بروحها دي بشائر سلام، ودي بشائر ان دوله ديمقراطيه، عشان كده بتصرخون يا كيزان. انا حاليا دار اوصل لكم رساله، انا كان قبل 6 شهور قلت يا جماعه ما في حاجه اسمها كيزان وما في حاجه اسمها زحف اخضر، وين الناس دي اللي اختفت؟ لا، مشقت الارض بلعته، سلحوا جزء من لجان المقاومه، وان جو بتوب جديد اسمه المليونيات بتاعت ان افشال الاتفاقيه بتاعت السلام. وبعدين خاطر لكم الكوت الجميل ده، اصغاط الحريه التغيير، ما في حاجه اسمها حريه التغيير، الحريه التغيير من اشد الناس مع